جايز، فيديو اليوم راح يكون عن الجامعة. أدري إني مرة تأخرت، يعني بديت بالسنة الثانية والحين ما نزلتها. أوكي لا ما بديت، لسه باقي لنا شهر ونبدأ أو أقل من شهر. anyways الفيديو راح يكون كل شيء مريت فيه بالجامعة. يمكن ما راح أتكلم كثير، يمكن أسوي لكم فويس أوفر، بس بصور لكم الشوبينج ليست، كيف أطلع أشتري الأقمشة. في بعض اللحظات تكون يعني مرهقة مرة، وتشس فاين، يعني لازم نتعب في كل تخصص. الفيديو طويل 20 دقيقة، بس انه بتشوفون الحين 10 دقائق لاني قسمته على 2 بارت، فانتم الحين تشوفون الجزء الاول اذا خلصتوا. اذا تبون تشوفون الجزء الثاني، يعني اتس اب تو يو، يعني واعطوني رايكم في الكومنت، اعطوني رايكم في الكومنت عشان اعرف، عشان اطور يعني القناة بليز. خلاص بس يلا، مشاهدة ممتعة لكم، وبخليكم الحين مع الفيديو. بس كنت بوريكم الأغراض اللي شريتها اليوم. شريت مقصات، هذا مقص مشرشر، وهذا مقص عادي، وهذا مقص حق ورق، أو ما أدري وش حق، إلا الورق. وهذا حق خيوط، هذه مسطرة مرة طويلة كده تتعفض مرة حلو، بوريكم إياها بعدين. ذا القماش اسمه خام، بس ماني متأكدة هو نفسه اللي تبيه الدكتورة، لأن أحس إنه خفيف، بس إني سألتهم قالوا لا هذا وسط، فما أدري يعني هل في أخف من كذا. هنا عندنا هذه العجلة، والكربون شريته بس لسه حطيته تحت. هدابيس نسيت جسمه، ماذا يحط فيه مخيوط. هذه قلت لهم أبي طباشير أخذ العلامات، وعطوني هذه، قلت لهم لا هذه اسمه صابون، قال هو نفسه، قلت أوه أوكي. هذه فتاقة، وهذا متر، بس هذه الأغراض اللي شريتها قبل شوي. هنا أخذت عينات أقمشة من عندهم عشان المادة الثانية، ويا بوفيكم المستجدات. الله متعب الشراء. هذه المادة كانت من أكثر المواد اللي أحبها، مع أنه يعني كان دومها طويل، هو أشوفها يعني العيب الوحيد فيها، مع أنه لو قلنا أنه الدوم بيكون قصير فإحنا ما راح نتعلم، ما راح يكون عندنا الوقت الكافي أننا نتعلم. المهم أني مرة أحبها، عملية وكذا، مرة توسع الصدر وتونس. هذه القطع اللي تشوفونها الحين نسميها تقنيات الخياطة، اللي هي بعد كل درس أو قبل كل درس أو مع كل درس، نسيت بس إننا نخيطها. مداني أنسى، بس لا يعني لازم كل كلاس نخيط شيء، يعني على حسب الدرس حقنا. أحس إني بطيح. هنا زي ما تشوفون عفشي، أحس إني مطرودة من مكان وقاعدة أسحب أغراضي معي. اوكي الحين انا باي 5 بروح الباص، تقريبا الساعة 4:30، بس هو بحرك 5،
ولكن خايف اني انام بيروح علي فبركب الحين. طبعا اللي ما تعرفون اني وصلت البيت يمكن الساعة 7 وحسيت اني خلاص بموت، بس قلت لا ما راح انام. هذا يعني شيء واو، يعني شيء مرة واو، يعني انا ما نمت. وانا اصلا اذا رجعت الساعة 12 الظهر انام، الحين رجعت الساعة 7 بالليل وما نمت. او ماي جاد، هذه مو الايام مالتنا. طبعا جالسة احاول اجرب اخيط اشياء، اللي هو هذه غرزة الزقزاق اتوقع اسمها كذا. او نو، لانه معلقة وصار يفوت وصار يحوس. جربت يمكن في الجامعة نفس الشيء. ف يا انا ما راح اسوي تثبيت وراح اسوي شيء، بس ببدا اجرب الغرزة. كويس كويس مرة، بس في تفويتة واحدة. You can do it. You can do it. Oh no. Oh no. Oh no. Oh. إن هذا الجديد. شو ما في ولا فك ولا شيء. كل طالبة تصميم أزياء، لا تدخلين لا تدخلين لا تدخلين، الطريق بعيد. So you probably wondering ليش قاعدة أقول كذا؟ لأني كنت أمر مرحلة مرة سيئة. تخيل كنت أدق على الخياطين وأقول لهم أعطوني أقمشة، والكل يطردني وأقول تكفون أبي أقوى شيء. يقول إيش تبين بالأقمشة كذا؟ أنا أبي عينات كذا مربعة يمكن 10 × 10، وكانوا يطردوني. فكانت نفسي تعبانة، بعدين واحد أعطاني كيسة ثقيلة أطول مني، لا نصي مو أطول مني. تعبت يعني وأنا أشيلها، وسيارتنا كانت بعيدة وكذا يعني. بس عليك التخصص حلو. يلا طلع شعر ملينكو. يلا شيلي واحدة من الديتين. خليت أختي تجربها لأن أنا ميجا هو. خلاص خلصت مصورة. تقييم كلوت جاكيت حقهم والله لذيذ الصراحة. صدق جربت يا أخي؟ ما أدري بس كويس صار في عندنا قهوة مختصة بالجامعة. هذه الحالة شيء حلو. أنا ما يستمر. إيش رأيكم شوز الجديد؟ أبيض ناصع. يلا let's go let's go let's go let's go. ياسي خلص واحدة، والباص يمشي واحدة، واركض. قاعدة أوريكم واجبات التكوين اللي سويتها، أوريكم الأشياء اللي ما صورتها قبل. التكوين مرة ممتع، مرة حلو، كله شغل زي كذا يعني رسم.
مرة ندمت إني ما صورت أشياء كثير، بس إني مو من النوع اللي يصور هو يرسم، ما أقدر يعني. فهذه بعض الصور. بس قررت أنهي فيديو اليوم إلى هنا، نشوفكم بارتو إن شاء الله.